أهلا بكم من جديد. الرئيس المصري يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي لبحث السلام في المنطقة، فماذا يحمل في بنت في جعبته؟ هذه الزيارة التي نفذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنت إلى مصر، حيث يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ لبحث فرص إحياء السلام في المنطقة، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. قبيل زيارة بنت إلى مصر، أطلقت دولة الاحتلال عرضا للفلسطينيين يتضمن العمل على تنمية وإعادة إعمار قطاع غزة مقابل ضمان التهدئة مع القطاع. العرض الإسرائيلي جاء على لسان وزير الخارجية يائير لابيد تحت عنوان الاقتصاد مقابل الأمن، لكن تل أبيب لن تفاوض فيه حركة حماس على حد تعبيره. لم يصدر بيان رسمي من حركة حماس بشأن العرض الإسرائيلي، لكن مصادر تتحدث عن رفضها له، خاصة وأنه يترافق مع تصعيد عسكري متواصل للاحتلال على القطاع منذ أيام. في المحصلة، ماذا يحمل بنت في جعبته إلى الرئيس السيسي؟ وهل يطرح عليه خطة لابيد؟ وبماذا تختلف هذه الخطة عن الهدنة السابقة والتي وافقت عليها حركة حماس من قبل؟ وهل تحظى بقبول الفصائل والسلطة الفلسطينية؟ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنت في شرم الشيخ ليبحث معه فرص إحياء السلام في المنطقة ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. قبيل زيارة بنت بساعات، أطلق وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد عرضا على الفلسطينيين تحت عنوان الاقتصاد مقابل الأمن، الماء النظيف والكهرباء والوظائف لمواطني غزة مقابل الأمن لإسرائيل، ومن دون مفاوضات مع حركة حماس، فإن شرط هذا العرض هو وقف الهجمات على إسرائيل ومنع حصول الفصائل الفلسطينية في غزة على الأسلحة. المرحلة الأولى من الخطة تبدأ من البنى التحتية، حيث يتم إصلاح نظام الكهرباء وربط الغاز وبناء خطة لتحلية المياه وإدخال تحسينات على نظام الرعاية الصحية وإعادة بناء البنية التحتية للإسكان والنقل. وفي المقابل تلتزم حماس بتهدئة طويلة الأمد، وإذا ما سارت المرحلة الأولى من دون خروقات، فإن غزة عندئذ ستشهد بناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحلها تسمح بإنشاء ميناء، وسيتم إنشاء رابط مواصلات بين غزة والضفة الغربية. الخطة الإسرائيلية بصيغتها هذه لا تبدو جزءا من عملية سلام أو أساسا لإحياء مفاوضات مع الفلسطينيين، تبدو مجرد هدنة مع قطاع غزة سبق لحماس أن وافقت على مثلها، وربما بمكاسب اقتصادية أقل. مشاهدينا، اهلا بكم الى هذا الحوار، ارحب بضيفي من غزه الدكتور مخيمر ابو سعده استاذ العلوم السياسيه بجامعه الازهر بغزه، ومن القاهره معنا الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه في جامعه القاهره. اهلا وسهلا بكما الى برنامجنا. وابدا من القاهره، دكتور طارق، رئيس الوزراء الاسرائيلي اول رئيس وزراء اسرائيلي يزور مصر منذ نحو 10 سنوات، ما اهم ما يحمل الرجل في جعبته؟ وهل تتوقع ان يطرح في هذه الزيارة يطرح خطة لابيد الاقتصاد مقابل الأمن في غزة؟ يعني أعتقد أنه الزيارة مهمة، لأنها طبعا القاهرة هي ثاني محطة لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيتالي بنيت إلى الخارج، وبالتالي تكتسب أهمية. القاهرة هي أكبر عاصمة عربية وأقدم بطبيعة الحال، وأول دولة عقدت سلام مع إسرائيل، فبالتالي لها يعني زخم كبير في وسائل الإعلام الإسرائيلية وفي الخارج. لكن أن يحمل الرجل مقربة أو رؤية، هذا من المبكر أن نقول إليه. هو لم يطرح هذا ولن يطرح هذا، لا في موضوع الدولة الفلسطينية ولا في خيار حل الدولتين. الحديث الآن حول أمرين، الأمر الأول هو تهدئة طويلة المدى، هذه التهدئة يعمل عليها
الجانب المصري والقطري والأمم المتحدة وأطراف أخرى، وبالتالي هذا هو الأهم الآن لهذه الحكومة الإسرائيلية. الأمر الآخر هو إتمام صفقة تبادل الأسرى، لأن هذه الأمور سترفع من شعبية نيفيتالي بنيت أمام الجمهور الإسرائيلي. زيارة القاهرة ولقائه بالرئيس السيسي مهم للغاية، من القاهرة بطبيعة الحال إعادة تعويم هذه الحكومة الإسرائيلية وإكسابها شرعية التواجد على الأرض، وأنه حقق ما لم يحققه سلف نتنياهو. بالتالي هناك مكاسب أولية سيستفيد بطبيعة الحال منها رئيس الوزراء الإسرائيلي الآن. أما أن يطرح هذا في إطار مقاربة اقتصادية، اسمح لي أن أقول وأصحح معلومة، ما طرحه يائير لبيد هذا مجرد طرح في مؤتمر أكاديمي وبحثي وليس صحيح. مجرد رؤية ربما خرجت على لسان يائير لبيد، لكنها في النهاية هي رؤية، وهو يتحدث عن أفكار يعني متناقضة وقديمة يعاد تجديدها وتدويرها. الحديث عن مشروعات السلام الاقتصادي قبل المنامة وبعدها طرحت هذه الأفكار، الجزر الصناعية، فتح ممر إلى قبرص، وإعادة بناء المطار وغيره. هذه مجموعة أفكار تبدو متناسلة لكنه ليس مشروعا سيدي. الأمر الآخر ما تقوله دكتور طارق صحيح تماما ودقيق، ولكن دعني هنا أتوقف معك في هذه النقطة. صحيح أن لبيد قال أن هذه الخطة لا ترتقي إلى مستوى سياسة الحكومة، ولكنه قال أنها تحظى بموافقة رئيس الحكومة، ألا يعني هذا شيئا؟ يعني أن هناك توزيع أدوار، أنت تعلم أن الاثنين الشريكين في الائتلاف كل طرف 24 شهرا، فبالتالي صحيح. أنت تتحدث عن محاولة لتقديم الحكومة الإسرائيلية إلى النطاق الإقليمي والدولي، وبالتالي أرجو ألا نبالغ في التحليل بأنه هذا مشروع سياسي اقتصادي أو غيره. هذه أمور وأفكار متناسرة، جزء منها مرتبط بأنه هناك عاصفة على إسرائيل مرتبطة بالتحرك المصري الأردني الفلسطيني الصيني، وتحركات جادة بالمناسبة على أعلى مستوى، وبالتالي تبدأ الحكومة الإسرائيلية وكأنها توزع أدوار وتقول أنها أيضا تقدم هذه الرؤية، خصوصا وأن هناك ضغط من جانب السلطة الفلسطينية. أنت تعلم أن الرئيس محمود عباس التقى بوزير الدفاع بيني جانتس، وهناك اتصالات ولقاءات، وكانت هناك زيارة لمدير المخابرات الأمريكية لمصر ولتل أبيب وإلى رام الله. لا تريد إسرائيل أن تقول أنها خارج هذا السياق، أنها أيضا تطرح مشروعات وتطرح رؤى أغلبها قديم منذ سنوات طويلة، يعني منذ مفاوضات متعددة الأطراف كما تذكر في التسعينات ومرت بالمنامة وغيرها. تفضل. دكتور مخيمر أهلا وسهلا بك من جديد. هل تعتقد بأن ما طرحه لبيد هي محاولة لجس النبض، أو كما يقول الدكتور طارق محاولة لتوزيع الأدوار، أم أن هناك سياقا آخر لما طرحه الرجل في مبادرة أو فكرة الاقتصاد مقابل الأمن؟ مساء الخير. يعني ردا على هذا السؤال أستطيع أن أقول الملاحظات التالية. أولا، من الواضح بأنه ليس لدى إسرائيل استراتيجية واضحة في التعامل مع قطاع غزة منذ أن استلم رئيس الوزراء الحالي نفتالي بنت وحكومته، وهناك حديث عن تعزيز السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وإضعاف حركة حماس، وهذا واضح، يعني هذا يتناقض تماما مع ما تحدث به وزير الخارجية يائير لبيد اليوم عن السلام الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية مقابل الأمن. ثانيا، من الواضح بأن ضربات المقاومة الأخيرة، سواء كانت الحرب الأخيرة التي حدثت في مايو من هذا العام، أو ما تقوم به المقاومة الفلسطينية في غزة خلال الأسابيع والأيام الأخيرة من إطلاق للقذائف الصاروخية أو البالونات الحارقة والإرباك الليلي والتظاهرات على طول السياج الفاصل، من الواضح أنها مزعجة جدا لإسرائيل ولحكومة بنت، وهذا بتقديري هو الذي جعل هذه الحكومة تتراجع فيما يتعلق بسياستها تجاه قطاع غزة. ولذلك مسألة حتى وإن كان ما صرح به يائير لبيد جاء في سياق مؤتمر أكاديمي، ولكن هو في نهاية الأمر هو وزير خارجية إسرائيل، ولا يمكن أن يتفوه بمثل هذه يعني الأمور بدون أن يكون هناك موافقة أو اتفاق حكومي على ذلك. وأنا بعتقد بأنه يعني هذا ينسجم مع ما قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانس، بأنه يعني التهدئة مقابل إطلاق سراح الأسرى ووقف العنف من قطاع غزة، ولذلك يبدو أن هناك جهود إسرائيلية وجهود إقليمية
والتي تحدث فيها بالمناسبة بنت في المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يعني إسرائيل معنية بالهدوء ومعنية بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مقابل تهدئة طويلة الأمد، ولكن مرة أخرى هذا يتناقض مع السياسة الأمريكية المعلنة وسياسة إسرائيل التي أعلنت بعد الحرب والتي تسعى لتعزيز مكانة السلطة في الضفة الغربية وتعزيز التفاهمات التي جرت بين الرئيس عباس ورئيس ووزير الجيش بني غانتس. ولكن مرة أخرى يبدو أن إسرائيل تريد تهدئة ساحة غزة لأنها منشغلة بساحات أخرى أهمها الملف النووي الإيراني والساحة أو منطقة الشمالية، التهديدات التي تأتي من سوريا وحزب الله، ولا تريد أن تدخل في مواجهة أولا مع غزة أو المقاومة في غزة، وثانيا مواجهة مع المجتمع الدولي الذي ضاق ذرعا بالحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وهذه الإجراءات التعسفية بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني هنا في غزة. طيب مرة أخرى دكتور مخامر، حتى نقترب من فهم أكثر من الصورة الحقيقية للأوضاع، بعد أن عرض وزير الخارجية هذا المقترح الاقتصاد مقابل الأمن لتبنى عليها هدنة طويلة، يسافر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مصر وأيضا دار حديث عن فكرة إحياء مسارات السلام وأيضا الحديث عن ذات النقطة الهدنة طويلة الأمد، كيف نفهم هذين المسارين؟ يعني فيما يتعلق بالمسار السياسي أنا أعتقد بأن هذا المسار مغلق ولا يوجد فيه أي إمكانية لإحداث اختراق حقيقي، وهذا لعدة أسباب. أولا حتى اللحظة يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أن يلتقي بالرئيس محمود عباس، على الرغم من أن الرئيس محمود عباس لا زال حتى اللحظة ملتزم بالاتفاقيات السابقة ويعني ويبدي رغبة في الاستمرار بالعملية السياسية. ثانيا يعني على الرغم من أن نفتالي بنت سمح لوزير الجيش بني غانتس بالالتقاء بالرئيس عباس، إلا أن مكتب بنت يعني تراجع وكان هناك تحفظات على التسهيلات التي قدمها وزير الجيش للسلطة الفلسطينية، بمعنى أن إسرائيل ليست معنية بأي مسار سياسي، وهناك تهديدات حتى من داخل الائتلاف الحكومي بأن أي حديث عن حل الدولتين أو تجميد الاستيطان في الضفة الغربية سوف يؤدي إلى انهيار هذا الائتلاف وانهيار هذه الحكومة. أما فيما يتعلق بالتهدئة مع غزة، يبدو أن هذا الموضوع يلاقي ترحيبا أكثر في إسرائيل. يعني هناك يعني اهتمام بالحصول على تهدئة طويلة الأمد مقابل طبعا وقف إطلاق الصواريخ والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى. ويبدو دعني أقول وأضيف هنا بأن حماس التي تسيطر على غزة فعليا، يعني هذا الموضوع هي معنية بهذا الموضوع، هي ليست منزعجة من فكرة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية مقابل التهدئة طويلة الأمد، خاصة وأن حماس تشعر بأن الرئيس محمود عباس أغلق الباب أمام المصالحة الفلسطينية بعدما أصر في أكثر من حديث له مؤخرا بأن أي مصالحة مع حماس تعني القبول بالشروط الدولية، شروط الرباعية الدولية الثلاث. ولذلك يعني يبدو بعتقد أن مثل هذا الطرح من جانب إسرائيل يلقى ترحيبا أو يلقى موافقة من حماس، إذا ما بالفعل يعني كان هذا الحديث الإسرائيلي هو حديثا جديا. جميل. دكتور طارق فهمي، مصر تلعب دور أساسي في الوساطة بين الطرفين ونجحت في الحرب الأخيرة في مايو الماضي بإيقاف الحرب بين الطرفين، وهنا وإن كنت تقلل من شأن ما طرحه وزير الخارجية الإسرائيلي، ولكن الدكتور مخيمر يقول أن الفصائل ربما ترحب ولا تعارض هذه الفكرة، وشرط إسرائيل في هذه المبادرة أن لا تتفاوض مع حماس، هل يمكن أن يمتد دور الوساطة المصري للتفاوض نيابة عن حماس؟ يعني أعتقد القضية ليست في قبول أو رفض حركة حماس التماشي مع الطرح الإسرائيلي في هذا التوقيت. يعني هذه الأفكار سيدي منذ أكثر من 20 عاما تطرح وتفهم في سياقها وندرسها في الجامعة، موضوع التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار القطاع بكل هذه المشروعات الخيالية أحيانا
يعني توضع في سياقها. ما تطرحه الحكومة الإسرائيلية مهم بالنسبة للقطاع وبالنسبة لعاشة القطاع، والأمور تتغير بطبيعة الحال، لكن مصر لا تتفاوض باسم أحد، ومصر بتقرب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، ومصر شاركت بمراحل كثيرة في هذا. لكن لا تنسى أن القاهرة أصلا حينما شاركت في مؤتمر المنامة على سبيل المثال شاركت بنائب وزير المالية على ما أذكر وقتها، هذا معناه أن القاهرة لديها رؤيتها في مشروع الإعمار. القاهرة تتحدث حضرتك عن هيئة إعمار وهيئة الإعمار الدولية لإعادة إعمار القطاع بصورة شاملة، وليس مجرد مشروعات هنا أو هناك تتوقف مع أول مواجهة. هيئة الإعمار إذا قبلت بها حركة حماس تحل كل المشاكل المطروحة، لأنها ستدخل بعض الأموال ومؤسسات المانحة، وسيكون هناك عمل جد حقيقي. تكون مصر والسلطة الفلسطينية وأطراف دولية أخرى مشاركة في هذا. أما ما تطرحه إسرائيل، نحن لا نستجدي حضرتك من إسرائيل مشروعات بهذه الصورة، وبالتالي علينا أن نحدد ماذا نريد. الآن إسرائيل كنت أقصد دكتور طارق فهمي حتى تكون الصورة واضحة، أن إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي في مصر الآن، وبالتالي قد يطرح هذه الفكرة ويطلب من مصر الوساطة في تقريب وجهات النظر. هذا هو السؤال حتى يكون واضح. يعني 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 سيدي القضية ليست في طلب هذا. القاهرة حاضرة في كل الاتصالات السابقة سواء في وقف إطلاق النار أو غيرها، وبالتالي هو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعني لا أعتقد أنه يطلب من مصر هذا الأمر في هذا التوقيت. هو ركز بالفعل على قضيتين، قضية بناء إجراءات ثقة في موضوع تبادل الأسرى وموضوع الاتفاق طويل الأمد في موضوع التهدئة. ما دون ذلك هي قضايا فرعية. مشروعات الإعمار لن تتم بالصورة المثالية إلا إذا توصلنا إلى حالة تهدئة كاملة. بدون حالة التهدئة إسرائيل لن تقبل بمشروع الإعمار أو القيام بأي إجراءات في هذا، وبالتالي لا نريد أن ندخل في تفصيلات في هذا الإطار. الأمر الآخر هو حضرتك يضغط على القاهرة على اعتبار أن القاهرة لها مصداقية في الحديث مع الجميع. صحيح. نحن في القاهرة أعطينا قائمة تحفيزية لرئيس الوزراء الإسرائيلي وأتينا به بعد 10 سنوات وقدمنا للجمهور الإسرائيلي وأبدينا إجراءات بناء ثقة. الكرة الآن سيدي في الملعب الفلسطيني الإسرائيلي. الفلسطيني بمعنى أن يكون هناك تجاوبا من حركة حماس، وأن يكون هناك تجاوبا في موضوع إطالة أمد التهدئة والقبول بموضوع صفقة تبادل الأسرى وألا نعود للمربع رقم صفر. حتى فجر اليوم بتطلق الصواريخ، حتى فجر اليوم تضرب إسرائيل القطاع. إذا مثل هذه الأمور تعوق أي حركة مصرية. مصر تتحرك التزامها، لأنه هناك نقطة مهمة، الرئيس محمود عباس سيذهب يوم 21 سبتمبر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي يذهب إلى هناك مدعوما بالجانب الأردني المصري في هذا التوقيت. مهم جدا أن يحدث هذا وأن تعطى له الفرصة لإعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية. دكتور مخامر، أنت تقول أن الفصائل ربما ترحب بهذا العرض الإسرائيلي، ولكن إذا ما رحبت به ماذا يكون فرق التهدئة الناتجة عن هذا المشروع عن التهدئات والهدن السابقة التي وافقت عليها حماس؟ يعني أنا ما أشرت له يعني بالتحديد حركة حماس كما قلت، والتي تحكم في قطاع غزة هي ليس لديها مشكلة في التوصل إلى هدنة أو تهدئة طويلة الأمد. مثل هذا الحديث صدر عن أكثر من قيادي في حركة حماس، سواء السيد إسماعيل هنية أو السيد يحيى الصنوار وغيرهم من قيادات حماس التي تطالب يعني بهدنة لمدة أو تهدئة لمدة 5 سنوات مقابل إعادة الإعمار ومقابل طبعا إنهاء الحصار والإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. ولهذا السبب أنا قلت بأنه يعني حماس التي تحكم في غزة قد ترحب بمثل هذا الطرح، وخاصة بعد أن رأت حماس أن يعني بعد إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت يعني تعتبر مفتاح لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإصرار الرئيس على قبول حماس بشروط الرباعية الدولية، يبدو أن حماس ستتجه إذا ما كان هناك يعني حديث جدي إسرائيلي باتجاه يعني تهدئة مقابل وتنمية وإعادة إعمار مقابل يعني وإنهاء الحصار مقابل التهدئة، بعتقد أن يعني هذا يلقى قبولا
لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وما يجعلني كما قلت يعني أقول ذلك أنه إسرائيل في نهاية الأمر هي ليست معنية بمسار سياسي مع الفلسطينيين. صحيح. وثانيا من الواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي تضغط باتجاه حل الدولتين والمجتمع الدولي، يعني للأسف هذا المجتمع الدولي غير قادر على إلزام إسرائيل بحل الدولتين، على الرغم من أن حل الدولتين لا زال هو الحل المقبول دوليا بسبب انشغال الإدارة الأمريكية بقضايا يعني كونية أخرى مثل موضوع أفغانستان وإيران والصين. وكذلك حتى يعني المجتمع الدولي غير قادر على الضغط. طيب هذه واضحة. أسأل سؤال آخر يعني يبدو أن هذه الحكومة معنية باستمرار الانقسام. طيب وأريد دكتور مخيمر لو سمحت إجابة مختصرة، ماذا عن موقف السلطة من هذه المبادرة الإسرائيلية أو مبادرة وزير الخارجية تحديدا؟ السلطة طبعا ترفض بشكل قاطع التعاطي مع مثل هذه المقترحات الإسرائيلية، لأن هذا الموضوع يصب في نهاية الأمر فيما يسمى بالسلام الاقتصادي مقابل هدنة أو وقف العنف لفترة طويلة. ولذلك السلطة تبحث عن مسار سياسي، عن اختراق سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين، وبالتالي السلطة ترفض، وهي باليوم يعني هذا اليوم صدرت تصريحات ترفض مثل هذه المقترحات الإسرائيلية الحالية. شكرا جزيلا لك من غزة الدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر، وشكرا أيضا إلى ضيفنا دائما في القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور طارق شكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا إلى الدكتور مخيمر أبو سعدة، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا انتهى وراء الحدث، شكرا على كرم المتابعة.